مرحبا بكم السادة المشاهدين مرة أخرى في حلقة إيموبيليو معك، اللي تنحاول فيها نقدم لكم أحسن les opportunités d'investissement معك avec le moindre de risque. اليوم غادي نركزو على المسائل الواعدة هنا في ما بعد أزمة كورونا. كاين علاش اولا المغرب مورا كورونا كيبقى واحد البلد اللي باقي فيغ من ناحيه ديال لي سوبراستركتور. كتعرفوا بانه لي سوبراستركتور اللي هما بحال لي زوبيتو لي زيكول هما اللي تيطلعوا الثمن ديال الفونسي. في بلاد بحال فرنسا اولا اوروبا ديجا كاين اشباع ديال المدن بهاد التجهيزات، يعني ديجا لو فونسي تيكون وصل الثمن الغالي ديالو والاشباع ديالو ما كاينش فين يزيد. كذلك بالنسبه للساكنه مازال ساكنه في اغلب ديالها فيها هشاشه، مازال ما وصلش للاندستريالايزاسيون، مازال حتى من ناحيه السن كاين الناس اللي غادي يجيو وغادي مازال يكبروا مازال يقلبوا على الديور مازال يقلبوا على دونك حتى ديموغرافيا هو واحد السوق واعد. كذلك هذا وسائل النقل يعني شبكه النقل مازال ما تطوراتش باش دي سيرفي جميع الاراضي بطريقه مستدامه، وبالتالي هذه الاراضي اللي مازال ما وصلتش للاستدامه تتكون في الثمن ديالها مازال ابوغدابل، وبالتالي مازال كاينه الفرصه. والفرصه القريبه للتطور السريع هي لاكس ديال برشيد حتى القنيطره، وبالضبط في دي لوكاليتي ماشي في لي سونتر ديال هاد في لي بول ديال هاد لاكس اللي هما الدار البيضاء والطاط، لا لي لوكاليتي اللي هما اكسونتريك بارابور لهاد لاكس اللي بحال الشكل ديال مثلا في الدار البيضاء تمشي لبرشيد، في الرباط خاصك تمشي لتمسنا عين عودة، يعني ما تمشيش لاكس اللي ديجا وصل لماتوريتي ديالو. في البلاصه كما قلنا في الاول اللي ناقصه فيها التجهيزات اللي عاد غتجي الدوله تفالوريزيها، خص الانسان يمشي يسبق فيها ويسبق حتى في الثمن، لان الربح يخص يكون في الشراء. رانا داير واحد لو فيديو كنعطيكم الاثمنه اللي ما خاصش تفوتوها. واحسن استثمار هو ماشي تشري برطمه جاهزه، بالعكس كتشري التيران، التيران كيدوب لابارتمون يلاه لا زاد 8% في العام راه مزيان. اللي كتربح فيها هو الكرا وريسكو بيريل. الارض خاصها ولا لو تيران خصو يكون ان ريتشوسي كوميرسيال اللي تيسمح لك بانك دير فيه شي مشروع اللي كينمي لك ويقدر يفينونسي لك حتى البني. لو ستاندينغ تيبقى خصك تمشي لو موين ستاندينغ افيك دي بتيت سيرفاس، كل ما كانت سيرفاس كبيره صغيره كل ما عندها جهد طلع في الثمن، وافيك واحد لا جيستيون وهذه مهمه كومون ديال هذيك لا ريزيدونس اللي كتعطي واحد الشهره مزيانه وواحد لا نوتوريتي بارابور لو فوازيناج. الاثمنه المزيانه غادي تلقاوها بيان سور في شارع في الشياع، ولكن ما كنصحكمش نهائيا به لان ما غيمكن لكم تبنيو في المستقبل المنظور. وفي لي زاميكال، ولكن لي زاميكال ا كونديسيون تكون لاميكال العدد ديال لي زابوني ديالها ما تيفوتش 20 باش تقدروا تسيطروا على المكتب ديالها، وتكونوا كتعرفوا بيان سور العلاقه تكون سواء مهنيه في اطار مهني ديال المهنه ديالكم تجمعوا فيها، يعني تكونوا تتعرفوا بعضياتكم، وسواء تكون مثلا في اطار عائلي. غير هكا تلا دخلتوا شي اميكال خاصها تكون عندها تيتر فونسي، والا كان فيها اميكال ديال لي زابارتمون كتكون صعيبه شويه ديال البني ديال لي زابارتمون ما تفوتوش في لي زافونس ديالها 5% حيت لابارتمون ولا شارج فونسيغ ديالها قليله ما تدفعوش اكثر من اللازم باش تمشيو او فيغ ميزور ديال لافونسمون بروجي. بار كونتر الا كان لوتيسمون تيمكن لك توصل حتى 80% حيت فلوسها فيها 80% راه بويسكو عندهم تيتر جو دي بيان تيتر، راه دونك راه تيمكن لك تحجز على الارض ديالك وتحوطها يعني مضمونه.